كما التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس السبت بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في غوا الهندية. قال الرئيس شي خلال اللقاء إنه يتعين على الصين وروسيا توثيق التنسيق والتعاون في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس وغيرها من إطارات التعاون متعددة الأطراف والاشتراك في تعزيز نظام دولي أكثر عدلا وعقلانية. وأكد شي على أن الصين تأمل بأن تحقق قمة مجموعة البريكس نتائج إيجابية وأن تضخ قوة دافعة جديدة في تنمية تعاون دول البريكس، مضيفا بأن الصين ستتولى الرئاسة الدورية لمجموعة البريكس في العام المقبل وأن بكين مستعدة للعمل مع روسيا وكافة الأطراف المعنية الأخرى لإنجاح القمة التاسعة. من جانبه قال الرئيس الروسي إن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين في الإطارات متعددة الأطراف وأنها تدعم الصين في استضافة قمة البريكس القادمة في العام المقبل. وأشار بوتين إلى أن روسيا عازمة على تعميق التعاون مع الجانب الصيني في مجالات الطاقة والبنية التحتية للنقل والطيران والفضاء، مؤكدا على أن موسكو تدعم الربط بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحليب. على الجانب الآخر، تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية وغيرها من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على الحفاظ على التواصل والتنسيق الوثيقين من أجل الحماية المشتركة للسلام والاستقرار في شمال شرق آسيا والمصالح المشتركة للبلدين.